بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بحول الله الإجابة على السؤال 14 من اختبار الفيرست لشهر 7 2018. السؤال بيقول rationalize the numerator root 3 plus root 5 over 2. مبدئيا علشان أتخلص من الجذور اللي موجودة في البسط أو حتى موجودة في المقام في النيوميريتور أو في الدينومينيتور، فبضرب في حاجة اسمها الكونجكت، بضرب البسط والمقام في حاجة اسمها الكونجكت، المرافق للرقم اللي فيه جذر سواء كان موجود في البسط او سواء كان موجود في المقام. الكونجكت لروت A زائد روت B هو عبارة عن روت A ناقص روت B، لكن الكونجكت لروت A ناقص روت B هو عبارة عن روت A زائد روت B. يبقى الكونجكت فقط هو نفس الأرقام باستبدال إشارة الوسط اللي ما بينهم. وخلي بالك لما تيجي تضرب روت A زائد روت B في روت A ناقص روت B، أو روت A ناقص روت B في روت A زائد روت B، في الحالتين الناتج هو A ناقص B. يبقى مبدئيا هكتب نفس البروبلم تاني، روت 3 بلس روت 5 على 2، كتبت نفس الرقم تاني، هضرب بسطا ومقام، هضرب البسط والمقام في المرافق للرقم اللي موجود في البسط. مرافق الرقم روت 3 زائد 5 هو روت 3 ناقص روت 5. عشان ما اكونش غيرت اي حاجه في مقدار هذا الرقم، ضربت البسط والمقام، ضربت النيوميريتور والدينوميريتور في نفس الكونجكت. طيب روت 3 زائد روت 5 مضروبه في روت 3 ناقص روت 5 اكوردنج للرول دي، هتبقى ايه ناقص بي اللي هي 3 ناقص 5، كلهم ديفايدد باي مقسومين على 2 في روت 3 ناقص روت 5. 3 ناقص روت 5 بناقص 2، ناقص 2 مقسوم على 2 روت 3 ناقص روت 5، الاثنين تروح مع الاثنين يديني ناقص 1. يبقى الفاينل انسر نيجاتيف 1 اوفر روت 3 ماينس روت 5. يا ترى دي موجوده فين؟ اي تشويس؟ هو تشويس A. تشويس C هو زيه بس هنا في واحد، لكن الاجابه الصحيحه ناقص 1 على روت 3 ناقص روت 5. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.